مدينة ديترويت الأمريكية. هذه المدينة ضمن 11 مدينة من كبريات المدن الأمريكية كثافة سكانية. يبلغ طول هذا النهر 51 كيلو متر، أما عرضه فيتراوح ما بين كيلو إلى 4 كيلو مترات. هذا الجانب الكندي هنا، نحن في كندا. هناك بعض الناس هم يتمشون في منتزه. هذا العلم الأمريكي. هذه ديترويت، تصوير ليلي، أرجو أن تعجبكم. السلام عليكم. أمام هذا التذكار لمشاركة القوات الكندية في الحروب العالمية المختلفة، في الحرب الباردة والحرب الأفغانية وحروب العالم الأولى والثانية واللواحق، أنا الآن في مدينة ويندسور. هذا اسم ويندسور. هذه المدينة ضمن مدن مقاطعة أونتاريو الكندية ومطلة على نهر ديترويت. هذا هو النهر، نهر ديترويت. هذا النهر فاصل بين كندا التي نحن فيها ومدينة ديترويت الأمريكية. هذه المدينة التي ترونها خلفي تعتبر الآن ضمن 11 مدينة من كبريات المدن الأمريكية كثافة سكانية. مدينة ديترويت تابعة وأكبر مدن ولاية ميتشيغان الأمريكية. هذه ديترويت، يقدر عدد السكان في ديترويت تقريبا 700,000 نسمة، يعني ما بيني وبين أمريكا إلا مسافة تقدر تقريبا بنصف كيلو متر واحد. هذه أمريكا، هذه الولايات المتحدة الأمريكية، لكننا حاليا في كندا. وخلفي هناك أكبر سارية علم تحمل العلم الكندي مقابل نهر ديترويت ومدينة ديترويت. هنا لوحة تذكارية يشكرون فيها جهود الناس الذين رفعوا هذا العلم واعتزوا ببلادهم في عام 2017 للميلاد 20 مايو. إذن ها هنا تقريبا ملتقى الناس في هذا المنتزه دي بي في مدينة ويندسور الكندية. نهر ديترويت هذا الذي يبرز أمامنا الآن، هو نهر قصير يتدفق جنوبا من بحيرة سانت كلير إلى بحيرة إيري على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وهو أحد أنشط الطرق المائية الداخلية في العالم. يقع جنوب شرق ميتشيغان ويمثل الحدود بينها وبين أونتاريو بكندا، ويمر بمدينتي ديترويت وويندسور الكندية، حيث تربط المدينتين بجسر ونفق. ذاكم الجسر كما هو باين في الصورة. يبلغ طول هذا النهر قرابة 51 كيلو متر، أما عرضه فيتراوح ما بين كيلو إلى 4 كيلو مترات، ويعد جزءا من نظام البحيرات الكبرى. أخذ اسم النهر من عبارة ريفر دو ديترويت في اللغة الفرنسية، والتي تعني نهر المطيط. يقع النهر على ارتفاع 175 مترا فوق مستوى سطح البحر، وأكبر الجزر الواقعة في النهر هي جزيرة بيلي وغروسي اللتان في ميتشيغان، وفايتينغ آيلاند التي في كندا. أما مدينة ديترويت الأمريكية والتي نراها الآن، تأسست عام 1701 للميلاد بواسطة التجار الفرنسيين. عدد سكان مدينة ديترويت يتراوحون ما بين 700,000 و 720,000، وتصنف في المرتبة العاشرة
بالنسبة لمدن الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2000، وقد أصبحت المدينة 11 من حيث عدد السكان بعد سان خوسيه بكاليفورنيا عام 2004. هذه هي مدينة ديترويت الأمريكية، أكبر مدن ولاية ميتشيغان، ومساحة المدينة تزيد على 370 كيلومتر مربع، وهي بارتفاع 183 مترا عن سطح البحر. وتشتهر مدينة ديترويت لأنها مدينة صناعة السيارات ومحركات السيارات. هذه باخرة تمخر عبابة نهر ديترويت، وأمام مدينة ديترويت الأمريكية ويندسور الكندية. أصور لكم الآن الليل، بداية الليل على مدينة ديترويت الأمريكية من الساحل الكندي. بدأت الآن الأضواء تشتعل في البنايات والمباني مع مرور هذه السفينة الضخمة. الآن تقريبا دخل وقت المغرب عندنا في هذا اليوم الاثنين 11 من شهر أكتوبر 2022 الميلادي. وهذا الجانب الكندي، هنا نحن في كندا، وهناك من بعيد يبدو الجسر الرابط بين أمريكا وكندا، وهذا هو نهر ديترويت الذي طوله تقريبا 51 كيلومتر. دعونا نلقي نظرة عن كثب إلى الجانب الأمريكي، حيث مدينة ديترويت. هناك بعض الناس هم يتمشون في المنتزه. هذا العلم الأمريكي. ربما ذاك مركز تجاري. هذا موقف سيارات، بناية. وذاك الجسر المعلق بين كندا على الجهة اليسرى وأمريكا على الجهة اليمنى، مع توالي لحظات غروب الشمس. هذه ديترويت، تصوير ليلي أرجو أن تعجبكم هذه اللقطات الحصرية. وهذا هو الجسر الفاصل بين الدولتين. جسر معلق فوق نهر ديترويت. شكرا لكم.